مالك الملك يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه، له الخلق والأمر، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وإذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون. حار في إبداعه الأذكياء وضعف عند جبروته الأقوياء وافتقر لخزائنه الأغنياء. كسر أنوف الأكاسرة وقصر رقاب القياصرة، يكيد الكائدين ويخدع الخادعين ويمكر بالماكرين ويملي للظالمين ويستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من سار على نهجه واستنى سنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم ماذا؟ الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. معاشر الأحرار والحرائر، وها هو ذا عيد جديد يكفكف بتكبيراته دموع الثكالى ويمسح بأفراحه على رؤوس اليتامى ويواسي بأضاحيه قلوب البؤساء وينصر بتضحياته دماء الشهداء. نفرح به رغم الجراح ونستبشر به الظفر والفلاح ونجدد فيه أذاننا بحي على الكفاح، حي على الكفاح. لا ننسى فيه أن نهنئ الحجاج بأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، ومعهم نهنئ أولئك الذين حجوا في جبهات الرباط ومتارس الجهاد، قائلين لهم جميعاً حجاً مبروراً وذنباً مغفوراً وسعياً مشكوراً. فقيمة الحج الكبرى، قيمة الحج الكبرى وهي المساواة، لا تتجسد إلا فريضةً في المشاعر والعرصات أو فرضًا في الميادين والجبهات. الأحرار والحرائر، لقد عمل نظام ما قبل 2011 على اغتيال العيد وفرحته في قلوب الكبار عبر سياسات الإفساد والإفقار التي تحول العيد معها عند الكثيرين من حلم جميل إلى كابوس رهيب. وما بقي للكبار من العيد إلا ما ينعكس من فرحة صغارهم عليهم حين يلبسون أو يأكلون أو يلعبون
غير متسائلين ولا متحرين عن رقم الديون التي لربما غمرت أهليهم لأجل إسعادهم. قبل 2011 إذن لم يكن للكبار من عيد إلا رؤية الفرحة في أعين صغارهم وحسب. أما بعد 21 من سبتمبر 2014 فقد عمل الانقلابيون المتمردون من الحوثيين والعفاشيين على اغتيال تلك الفرحة الباقية، وهي فرحة الطفولة، وذلك بالقضاء على الأطفال أنفسهم بحرمانهم من الأمان عبر استهداف منازلهم ومنعهم من التعليم، عبر تفجير مدارسهم وصرفهم عن التربية، عبر تدمير مساجدهم، مروراً إلى انتقاص بل إعدام حقوقهم في الغذاء والماء والدواء والهواء عبر حصارهم وتجويعهم، وانتهاءً بإعدامهم المباشر عبر الزج بهم في أتون القتال معتدين محاربين، أو استهدافهم معتداً عليهم محاربين قتلاً من قريب أو قنصاً من بعيد. ومع تجاوز إحصائيات شهداء الأطفال 282 طفل شهيد، وتجاوز إحصائيات جرح الأطفال 1087 طفل جريح في مدينة واحدة هي تعز، ومع تجاوز إحصائيات الأطفال المقاتلين في صفوف الانقلاب ثلث قوام القوة المقاتلة، فإنه يحق لنا القول إن انقلاب 21 من سبتمبر 2014 المشؤوم لم يكن في أظهر تجلياته إلا انقلاباً على الطفولة. وإذا كانت الطفولة هي كل ما بقي لليمنيين من عيدهم، فهو إذن انقلاب على العيد، انقلاب على فرحة الشعب وبسمة الوطن، وهو ما تنبه له العزيز حميد شحر رحمه الله يوم ألف في إجهاض الإماميين لثورة 48 كتابه مصرع الابتسامة. معاشر الأحرار والحرائر، إن استهداف الأطفال ليس أمراً جديداً ابتدعه انقلابيو اليمن المعاصر، بل هو منهج استبدادي قديم وسياسة استعبادية تليدة. ففرعون قبلهم قتل الأطفال، قال تعالى: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وأجداد الانقلابيين من طغاة الجاهلية قتلوا الأطفال، قال تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وآباء الانقلابيين من طغاة الإمامة أخذوا الأطفال رهائن، ولم يكن القتل عنهم ببعيد، فهو سند إجرامي متصل، بل هو سند متصل أصدق من سند عمائم بعض علماء جروزني. أما لماذا استهداف الأطفال؟ لماذا استهداف الأطفال؟ فلأسباب تتعلق بالماضي والحاضر والمستقبل. فأما السبب المتعلق بالماضي فهو تاريخ الطفولة المنتصر للبراءة والطهر والسلام في مواجهة المجرمين المستبدين المستعبدين، الأمر الذي جعل من الأطفال وبراءتهم عدواً تاريخياً للجبابرة في كل زمان ومكان. وعد إلى التاريخ تجد الطفولة دائماً في صف الأبرياء ضد الجنات. وقد أخرج الشيخان عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، ثلاثة كما في الحديث تكلموا في المهد، والثلاثة لم يتكلموا إلا ليبرئوا البريء ويدينوا المدان. عيسى عليه السلام تكلم
وهو في المهد ليبرئ أمه الطاهرة العفيفة، وابن الراعي تكلم في المهد ليبرئ جريج العابد من تهمة الزنا، والطفل الصغير الثالث الذي أرضعته أمه، فمر رجل ذا هيئة فقالت أمه: اللهم اجعل ابني مثله، فترك الأم الولد ثدي أمه وقال: اللهم لا تجعلني مثله. ثم مروا بجارية يضربونها ويقولون لها: سرقت زنيت، وهي تقول: حسبي الله ونعم الوكيل. فقالت الأم: اللهم لا تجعل ابني مثلها. فقال الولد: اللهم اجعلني مثلها. فقالت الأم مندهشة: لما يا بني؟ فقال: أما الراكب فهو جبار من الجبابرة، لا جعلني الله مثله، وأما الجارية فيتهمونها وهي بريئة فأنا مثلها. هكذا أنطق الله الأطفال فقط ليقولوا للبريء: أنت بريء، ويقولوا للمجرم: أنت مجرم.